السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ أحوالكم طيبة؟ كنتمنى من الله عز وجل تكونوا كاملين بخير وعلى خير وما ناقصكم خير بإذن الله. من خلال هذا الفيديو الجديد غادي نتكلموا على آخر مستجدات وتطورات قضية مقتل الشهيد البوليسي هشام بورزة، الله يرحمه يا ربي امين. وقبل ما نبدا في سرد المستجدات، فبغيت نفتح واحد القوس بسرعه، واحد تعليق جاني قبيلات على القناه في اخر فيديو كيقول لي خاصك تقدمي اعتذار للمغاربه بخصوص الاكاذيب وبخصوص الاشاعات اللي كنتي كتطلقي على الشهيد هشام. بغيت نجاوبك لا انت ولا غيرك من هذا المنبر، لان انتم غير واحد الكميشه اللي ما مشاركينش في القناه، جايين كتجريو مشي بلاصة اخرى وجايين هاجمين على القناة ديالي. باش نقول لكم واحد الكلمة كاملة، نتوما ما كتنتميوش هاد القناة، لانكم كنتو متبعيني ما كنتوش غادي تكسبوا هاد الهضرة هادي كاملة. انا كنعتز بالقناة ديالي وكنعتز بالناس اللي متبعيني واللي كيتيقوا فيا واللي كيتيقوا في الاخبار ديالي وكيتيقوا في المصداقية ديالي. انا اول وحدة قلت لكم انا ما كنهضرش في العرض ديال داك السيد، عمرني قلت لكم مصاحب مع شي وحده ولا كيعرف شي وحده ولا داير علاقه لا شرعيه مع شي وحده. هذه من جهه. ثاني حاجه، انا اول قناه اللي قلت لكم ان الموضوع كبير على العصابات ديال المخدرات، وان الابحاث والتحقيقات مع هذوك اللي مشدودين ادت الى نفق مسدود. القضيه كبيره وممكن يكونوا فيها اطراف خارجيه اللي باغيه الشر لهاد البلاد. وقناتي كذلك من بين الاوائل اللي حطت الخبر الحصري ديال اعتقال ثلاثه ديال الاشخاص، جوج في سيدي حرازم وواحد في مدينه الدار البيضاء، وهم موالين لتنظيم داعش، الشيء اللي كيبين انهم ما عندهم حتى شي علاقه مع هذوك العصابات ديال المخدرات. وانا دائما كنت كندافع على الشرطي هشام وعلى النزاهه ديالو، وكنت كنقول لكم ما عمر هشام ما غيكون عنده دخل في الملفات ديال هذا الشيء ديال العصابات المخدرات. هذا السيد شرطي مرور وبعيد كل البعد على المافيات وعلى البزناسه والبارونات. وانا اول وحده كنت كندافع على الشرف ديال البوليسي هشام. والا تشدات شي وحده شي مرا كنقول لكم انا ما عرفاش نوعيه العلاقه بيناتهم، الله اعلم، داكشي كيعرفوه المحققين. الدريه اللي تشدات هي الاولى راه جات عنده جلست معاه 10 ديال الدقائق ومشات في حالتها وراه طلقوها، ولكن شنو نوعيه العلاقه الله اعلم. المهم نتوما ما متبعينيش وما كتشوفوش الاخبار اللي كنحط، ماشي تكونوا متبعين شي بلاصه اخرى وكتسمعوا اخبار لي هي اخرى وتجيو تهجموا عليا انا في التعاليق تقول لي كتنشري الاكاذيب. حاشاك القناه ديال المصداقيه والقناه اللي كتعطي اخبار صحيحه، وما عمرني ما كنضرب في الاعراض ولا في الشرف ديال شي واحد. ديما تنقول لكم الله اعلم، دائما ماشي غير في هذه القضيه، كلشي القضايا كنقول لكم الله اعلم الله اعلم، داكشي كيعرفوه المحققين. ما كنبغيش نهضر في العلاقات ديال الناس لانني انا ما كنتش معاهم. وسمحوا لي غنسد هنا هذا القوس وغادي ندوزوا دابا الاخبار والمستجدات، فخليكم مع قراءه الاخبار اخوتي. غادي نتكلموا دابا على الشخص اللي تشد في بوسكوره، كما سبق لي وذكرت انه تشدوا ثلاثه اليوم اللي يلاه بانوا، راه ممكن يكونوا اكثر. فجوج تشدوا في سيدي حرازم، هذوك هما اللي قتلوا هشام وذبحوه وحرقوه، وواحد اللي معاونهم في هذا الشيء راه تشد في بوسكوره، فغادي نتعرفوا عليه اكثر. اذا الخبر كيقول انه توقيف ملتحي متطرف بوسكوره متورط في القتل العمد لشرطي المرور، حيث كشفت مصادر جد موثوقة أن فرقة خاصة للتدخلات بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تمكنت من توقيف ملتحي متطرف موالي لتنظيم داعش الإرهابي في الساعات الأولى من صباح يومه الأربعاء 15 مارس الجاري بمنطقة بوسكورة، للاشتباه في تورطه في ارتكاب جريمة القتل العمد في إطار مشروع إرهابي والتي ذهب ضحيتها شرطي المرور هشام. وأضافت نفس المصادر أن المعلومات الأولية للبحث أشارت إلى أن المشتبه فيه كان قد أعلن مؤخرا الولاء لتنظيم الإرهابي داعش، مردفة أن المشتبه به ينتمي لخلية أشم هاروش التي أقدمت على تصفية سائحتين إسكندنافيتان بإقليم الحوز. وأوردت المصادر نفسها أن الخلية التي أوقف أحد أعضائها اليوم كانت تعتزم الانخراط في مشروع إرهابي محلي بغرض المساس الخطير بالنظام العام،
حيث قررت استهداف أحد موظفي الأمن وتصفيته جسديا والاستيلاء على سلاحه الوظيفي بعدما تم تغيير معالم الجريمة وطمس الأدلة والتمويه من خلال إضرام النار عمدا في السيارة الخاصة بالشرطي الضحية. وتجدر الإشارة إلى أن الأبحاث والتحريات لا زالت متواصلة لفك خيوط هذه الخلية المنظمة التي كانت تسعى لمخططات متطرفة. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. إذا أكيد أخوتي هادو راه ماشي 3 ماشي 4 ماشي 5، هادو راه تيكونوا خلية إرهابية كبيرة ومتشتتين، كل واحد فين كاين، اش من مدينة فين كاين، وكيتسناو غير التعليمات وتيتسناو الفرصة باش ينفذوا هذيك الخطة الإرهابية ديالهم. وباش تعرفوا أخوتي أن هادو اللي كانوا السبب في تصفية الشرطي هشام فكيرجعوا لهذيك الخلية الإرهابية اللي سميتها شمهروش واللي كان فايت لها خوتي دارت واحد ضجة كبيرة منين صفاوها لواحد جوج ديال السائحات مساكن بإقليم الحوز اللي كانوا غير مشاو كيديروا مساكن السياحة الجبلية وتعداو عليهم تكرفسوا عليهم وذبحوهم من الوريد الى الوريد وقطعوا لهم الريوس. اخوتي نتوما عاقلين انه راه تشدات ديك الخليه بزاف ديال الناس فيهم وراه المتورطين الاساسيين راه تحكموا بالاعدام وفيهم جوج ديال الاشخاص اخوتي اللي يعني انتحروا داخل السجن اللي تهم محكومين بالاعدام، ماشي هذوك الرئيسيين اللي حنا عرفنا تصاورهم، وكاين جوج اشخاص اخرين اللي منتمين لنفس الخليه ولكن ما عارفينش عليهم بزاف ديال المعلومات. وياخذ فيهم الحق اخوتي والله القسم لك نتمنوا لهم التعذيب ثم التعذيب، كما كيقتلوا كيدبحوا في عباد الله وكيديروا الروعه في البلاد وكيمسوا بالامن والامان ديال هاد البلاد وكما كيمسوا بالصوره ديال الامن ديال بلادنا اللي حنا كنحترموه وكنعزوه وكنقدروه، فكنتمنوا لهم اقصى العقوبات والله اخوتي للاعدام لا قليله في حقهم. حنا بغيناهم يتعذبوا في شي ساحه امام الملأ خصوصا يشوفوهم الوالدين ديال هذوك الضحايا، بغينا الام والاب والزوجة والابناء يشوفوا كيفاش كيتعذبوا هاد الناس في واحد الساحة يحضروا لها باش تبرد لهم خاطرهم اخوتي من جهة هذاك الشيء اللي داز على ولدهم. نكملوا اخوتي النقاش ديالنا بمزيد من الاخبار. قال لك الخبر الثاني انه تفك بعد ايام من التحقيقات المكثفة تعبئات فيها جميع المصالح الامنية لفك لغز مقتل شرطي الرحمة للقوا الجثة ديالو محروقة في قناة الصرف الصحي بالقرب من دوار الخضارة بحد السوالم. وحلت هذه القضية بعد ما جرى اتباع مجموعة من المسارات في البحث قبل ما يجري تضييقها باستبعاد فرضيات ومنها وقوف مافيا الحشيش ولا المخدرات وراء ارتكاب هذه الجريمة الشنعاء والتركيز على فرضيات أخرى اللي تبعوها الأمن هذا الأسبوع هذا الماضي مؤشرا على أن التحقيق فيها قرب للوصول للجنات المفترضين. فمدينة الدار البيضاء دخلت في هذه الفترة في حالة استنفار أمني كبير رافقه زيارة السيد عبد اللطيف الحموشي مدير المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني للعاصمة الاقتصادية واللي مجيته كانت عندها قراءة وحدة وهي أن ملاحقة المتورطين في تصفية شرطي الرحمة وصلت لساعة الصفر وبدأ الإعداد للإطاحة بهم. وهذا الشيء اللي عشناه اليوم بعد ما حبس هذا الفيلم المرعب لأيام أنفاس المغاربة اللي تابعوا التطورات ديالو لحظة بلحظة بعد ما هزهم هذا الفعل الإجرامي الدنيء. ففي عمليات أمنية متزامنة باشرتها الفرق الجهوية اللي تدخلت بتأطير من ضباط الشرطة القضائية المكلفين بالبحث في الدار البيضاء وبتنسيق وثيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. ألقي القبض اليوم الأربعاء بالعاصمة الاقتصادية بالبيضاء وبمنطقة سيدي حرازم ضواحي مدينة فاس على 3 ديال المتطرفين المواليين لتنظيم داعش للاشتباه في تورطهم في ارتكاب جريمة القتل العمد في إطار مشروع إرهابي واللي كان ضحيتها شرطي المرور هشام الله يرحمه. هاد المجرمين اللي علنوا أخيرا الولاء للأمير المزعوم التنظيم الإرهابي داعش ترصدوا الضحية في مدارة عين جديدة قبل ما يعرضوه للاعتداء جسدي بواسطة السلاح الأبيض ثم سرقة سيارته الخاصة وسلاحه الوظيفي وإضرام النار في جثته بمنطقة قروية.
وبينات الأبحاث والتحريات المنجزة إلى غاية هذه المرحلة من البحث أن المشتبه فيهما الأول والثاني هما اللي تكلفوا بالتنفيذ المادي لجريمة القتل العمد والتمثيل بجثة الشرطي. كما أوضحت مسارات البحث كذلك أن المشتبه فيهما قام بالتنسيق مع المشتبه فيه الثالث الذي يحمل نفس المخططات المتطرفة، وذلك لتغيير معالم الجريمة وطمس الأدلة من خلال إضرام النار عمدا في السيارة الخاصة بالشرطي. تنفيذ مخطط إرهابي بهكذا تفاصيل ودقة كان من الصعب تفكيك خيوطه بسهولة، خصوصا وأنه تدرس في جميع المراحل بعناية للإفلات من ملاحقة مصالح الأمن، ومنها العمل على أن السلاح الوظيفي لشرطي رحمة تخبى في مكان آمن، وذلك تحضيرا لاستخدامه في استكمال المشروع الإرهابي. وهذا يفسر المنهجية التي اعتمدت لفك شفيرة هذه القضية، فالمحققين اللي عهد إليهم تحرف هذه الجريمة جندوا كاع الوسائل التقنية والعلمية ووظفوا حتى الأسلوب الكلاسيكي وعدة مفاتيح أخرى في البحث باش ما يفلت لهم حتى شي خيط يقدر يعقد مهمتهم، كما صرحوا أيضا على أن الخطة ديالتهم ما يكونش فيها نهائيا هامش الخطأ، وهو ما خلاهم يدرسوا كاع السيناريوهات والامتدادات المحتملة لهذا المشروع الإرهابي قبل الانتقال إلى مرحلة التنفيذ. وهنا ترفع القبعة لرجال عبد اللطيف الحموشي اللي شركوا الليل مع النهار وقدروا يحددوا أماكن اختباء المشتبه فيهم وخخدوا جميع احتياطاتهم باش ما ترصدهمش عيون البوليس وعناصر DST اللي حققوا بذلك الرد المنتظر الذي تعود عليه المغاربة من مصالح الأمن الوطني في مواجهة الجريمة بمختلف أشكالها في عهد السيد عبد اللطيف الحموشي. فحسبي الله ونعم الوكيل. تحياتنا لجميع وعناصر الأمن اللي حقوا في هذه القضية واللي وصلوا أنهم يعتقلوا الجنات الحقيقيين، وكنتمنوا أنه إلى مازال كاينين شريوس آخرين اللي ما بانوش فيطيحوا حتى هما في الساعات الماجية. هادو هما المستجدات. تهلاو ليا فراسكم بزاف. مع السلامة.